اهلا بكم. اذا هدف مقابل شيء احرزه هاري كين في الدقيقه الرابعه بتمريره من ستيرلينج. ستيرلينج سيد فينجر يواصل التالق يصنع الهدف وهاري كين يواصل تسجيل الاهداف في وقت مبكر، لان ربما اوكرانيا بدات خائفه او متراجعه. Yes, I think they took advantage from the fact that the Ukraine was too المنتخب الإنجليزي اغتنم الفرصة لأن المنتخب الأوكراني احترم المنتخب الإنجليزي أكثر حينما لا تكون تحت الضغط فليس لديك ما تخسره. ورأينا في العشر دقائق الأخيرة المنتخب الأوكراني تحلل الخطورة. بالنسبة للمنتخب الإنجليزي مثلما قلت أنت يا كابتن أيمن، كان ستيرلينج هو مصدر الخطر. وفي هذه الليلة أعتقد أن المنتخب الإنجليزي لم يخلق الكثير من الفرص، ولكن في الثلث الأخير تحلل المنتخب الإنجليزي بالخطورة بفضل سانشو وبفضل رحيم ستيرلينج. ولذلك أتوقع من المنتخب الأوكراني أن يتحلى في الجرأة أكثر، أن يكون اللعب جريء أكثر في الشوط الثاني. نعم، ربما من حسن حظ الفريق الأوكراني أن الشوط الأول انتهى بهدف مقابل شيء، هذا يعني أن ما زالت أمامه فرصة قائمة في الشوط الثاني. لكن من جهة إنجلترا ما زال الثنائي كين ستيرلينج هو الذي يقوم بالأدوار الهجومية مهما تغيرت أسماء وراءهم. هي خطورة الإنجلترا في الثنائية ده أبو خالد، حتى في التلت الهجوم أسكية في التمركز، أسكية في التمريرات، فاهمين بعض كويس. ستيرلينج ناحية الشمال هو وليك شو هي الجبهة الأخطر، الجبهة الشمال المميزة. ستيرلينج بيفضي نفسه كويس، بيطلب الكرة كتير. بالنسبة تغيير الأماكن ما بينه وما بين ليك شو على طول دايما موجود، هو على أطراف الملعب واحد ضد واحد مميز فيها. التفاهم بالنظرة وتوقيت التمريرة قبل ما يقع في التسلل، نعم، ودقة التمريرة وتمركز هاري كين على طول غير اتجاه جسمه واستنى الكرة شوية، والتاتش الأخير سن الجزمة عالية عشان الحارس المرمى على الأرض. فالحاجات التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل الفرق. نعم. الفرديات اللي عملت الجول، التمريرة حلوة قوي ودقتها حلوة قوي وتوقيتها حلوة قوي. فهدف ثنائي متفاهم هو اللي عمل الفرق. البداية القوية السريعة في أول 10 دقائق بالنسبة لمنتخب إنجلترا هي اللي عملت الفرق مع الإمكانيات الفردية الموجودة. نعم. حلو، هدف في تفاهم كبير والتاتش بسن الجزمة عشان تعلى عشان تخبط حارس المرمى وتخش. فأعتقد هي دي اللي عمل الفرق في أول ربع ساعة بالنسبة لمنتخب إنجلترا. ثقة كبيرة، ضغط عالي في أول البداية، وخبرة المهاجم ونضج للمهاجمين هم. نعم. اللي بيعملوا الفرق. نعم. فالنهاردة الفرق ما بين إنجلترا وأوكرانيا ستيرلينج وكين. نعم. طيب الدكتور طارق. You can see as well. Sorry to interrupt because the goalkeeper for the young goalkeeper. ولكن هناك لو كان حارس مرمى صغير يشاهد هذا الأمر، لو وقف بطريقة جيدة لكان قد منع الكرة من الولوج. بس برضو أفكار المهاجمين والحراس. هو متوقع حارس المرمى هيقفل إزاي؟ التوقع بتاعه والفينش الأخير التمركز بتاعه كويس قوي. هو بظهره دلوقتي للمرمى، يلف على طول بتاع كين والكرة سابقاه، شاف حارس المرمى. فهنا المهاجم بياخد القرار يلعبها عالية ولا على الأرض. فالنهاردة هي الفوارق الحاجات عشان كده هاري كين. هكذا يتصرف المهاجم الصريح طبعا. هذه خبرة مهاجم يملك منطقة الجزاء والذكي. الذكي، نعم، هو أرسن بيقول كده. نعم. الحارس المرمى هو يشرح التكنيك. نعم. بتاع حارس المرمى. حارس المرمى يجب ان يصغر المرمى طبعا كحارس اليد، حارس كرة اليد. نعم. واللي اشتهر فيها طبعا الصورة السابقة اللي كان متواجد كان موجود شمايكل حارس اليد. لان هذه حتى تحرك كين وايضا لبس الكره في الثواني الاخيره. طيب. شوف حارس المرمى كان في نوع من التحرك، كان لو كان مواجه بصدره ممكن كان هي كل اوكرانيا بدات المباراه خايفه كما قال سيد فينجر. لكن خبرني عن الفريق الاوكراني كيف دافع بعد ذلك دكتور طارق، كيف اغلق المنطقه واعتمد على الهجمات المرتده. هني نتكلم عن خبره المنتخبات ما بين منتخب الاوكراني والمنتخب الانجليزي. بدايه كانت متضعضعه نوعا ما، فقد التركيز في الدقائق الاولى، خمس دقائق الاولى كانت في مساحات في وسط الملعب استغلها. لكن شوف المنتخب الاوكراني يعمل على جانب واحد، جانب الصبر. هو كان عنده صبر كثير جدا في بداية المباراة. دائما يارميلينكو ويارماتشوك هم الاثنين المتواجدين يلعب اثنين، دائما ضغط على حاز الكرة، ضغط على قلبي الدفاع، الافتكاك الكرة ثم التحول السريع. تحول سريع بأربع لاعبين يبحث عن هجمة مرتدة لاستغلال الأخطاء اللي يقع فيها المنتخب الإنجليزي. أنا أشوف المنتخب الأوكراني في الشوط الأول لم يكن سيء، بالعكس هو قدم شوط جيد بالنسبة لي. رغم أن تسجيل هدف في الدقائق الأولى، سوء التركيز، سرعة هاري كين، سرعة ستيرلينج في التمريرة، لكن هو وسط الملعب وإدارة المباراة هو يبحث عن سيناريو محدد. شيفتشينكو يبحث عن أن
لا يسجل عليه، وان كان سجل عليه في الدقائق الاولى، لكن الان يبحث عن كيفيه الهجمه المرتده لاخر عشر دقائق. من اخر عشر دقائق بدا يفعل شيء مغاير نوعا ما، بدا يعني يجعل الفريق في وسط الملعب، نقل البلوك الى وسط الملعب، بدا يضغط في ملعب منتخب الانجليزي. وقع المنتخب الانجليزي بعض الاخطاء كان ممكن يسجل، لذلك انا اشوف يعني تشيفتشينكو برغم الادوات الموجوده والعناصر الموجوده انه لم يقدم مستوى يعني نوعا ما نتكلم المستسلم، انما هو حاول وبفكر ولم يحاول بمجازفه وبخطوره، لذلك شاهدنا ايضا شوط جيد بالنسبه للمنتخب الاوكراني. اذا سننتظر ماذا يكون من حال الفريقين في الشوط الثاني، وربما ان شيفتشينكو بدا يشعر الان بالضغط او خطر الاقصاء لانه متاخر بهدف، وامامه شوط وحيد الان في هذه البطوله كي ينقذ استمرار منتخب اوكرانيا من العدميه.